متابعينا الكرام، الشوط الثامن وهو الاخير، الشوط الزمول وهو الشوط الرئيسي للزمول المهجنات، اخر شوط مسك الختام فاز الزمول المهجنات المسافة 6 كيلو متر، هي مسافة الاختبار لهذه الفئة. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. هنا نفتتح الاذاعه ببطران سالم بن حمد الحبروت الجنيبي، المركز الثاني هجام سالم بن ناصر بن خليفه الدرعي، المركز الثالث المحيط عمر بشير بن عبود، المركز الرابع حشيم بطيب بن حمد بن سيفه النعيمي، المركز الخامس متعب محمد بن ناصر بن خليفه، مركز الزاد سخوف محمود بن علي بن محمد الدرعي. سلام يا بالشتوي منتزع شوط المحليات الزمول، والآن مشارك في مهجنات. خلونا نروح مع الصدارة، نروح مع الكوادر، نشوف الأوضاع عند راعي باطران سالم بن حمد بن حبروت الجنيبي، هو الذي يقود مسيرة الشوط. تحياتي لحمد بن حبروت الجنيبي، الله يعطيه الصحة والعافية، حاضر متابع لهذا الشعار. المركز الثاني هجام سالم بن ناصر بن خليفة، المركز الثالث محيط عمر بشير بن عبود، المركز الرابع اللي هو حشيم بطيب بن حمد بن سيفة النعيمية، المركز الخامس متعب محمد بن ناصر بن خليفة الدرعية. المسيرة والحضور والإبداع والتألق مشاهدينا الكرام، نسير مع القيادة، نسير مع الإبداع، نسير مع بطران سالم بن حمد الحبرود الجنيبي، المركز الثاني المحيط عمر بشير بن عبود، المركز الثالث نسير مع هجام سالم بن ناصر بن خليفة، المركز الرابع نتابع فيها اللي هو حشيم بطيب بن حمد بن سيف العبد النعيمي، المركز الخامس متعب محمد بن ناصر بن خليفة الدرعية. مسيرة العطاء، مسيرة الإبداع، مسيرة التألق مستمرة يا متابعينا الكرام، ولا زلنا مع العطاء، ولا زلنا مع الإبداع، ولا زلنا مع التألق الذي نراه مشاهدينا الكرام بقيادة الكادر الأمامي، بقيادة اللي هو هجام سالم بن ناصر بن خليفة، المركز الثاني بطلان سالم بن حمد الحبروت الجنيبي، المركز الثالث المحيط عمر بشير بن عبود بن خيره، المركز الرابع عندنا راعي حشيم بطيب بن حمد بن زيب العبد النعيمي، المركز الخامس راعي مدعم محمد الناصر بن خليفة بالسيودة. هذه الخمس المراكز في ازدحام، فيها اقتراب من الشعارات شوط الزمول مهجنات. يا سلام، الكل يتابع ويترقب مسيرة الشوط، ولكن اسم واحد سوف يحقق النصر. نحن ننتظر ونتابع أوضاع الشوط، تمني لهم التوفيق. الله عليك يا راعي هجام سالم بن ناصر، هناك بن خليفة، المركز الثاني بطران سالم بن حمد بن حبروت الجنيبي، المركز الثالث عند راعي المحيط عمر بشين بن عبود، المركز الرابع عند راعي حشيم بطيب بن حمد بن سيف العبد النعيمية، المركز الخامس عند راعي مدعم محمد بن ناصر بن خليفة الدرعية. المركز السادس نروح نشوف السادس، نجد خوف محمود بن علي بالشدوية الدرعية. خوف، هل منه الخوف يا بن الشدوية؟ خلونا نعود إلى المقدمة ونشوف الأوضاع ونشوف الأسامي ونشوف الحضور. والمسافة طويلة، مسافة 6 كيلو، اختبارها يحتاج لتكتيك وتأني وعدم الاستعجال. الله الله، يدور هجام هناك بالصدارة،
ويتحف الحضور سالم بن ناصر بن خليفة الدرعي. هل بتكون هجمة شرسة على ناموس الشوط ولا بتكون هجمة شرسة من المنافسين على هجام؟ وحدة من الثنتين. نسير للمركز الثاني، بطران سالم بن حمد بن حبروت الجنيبية، الثالث عند مدعم محمد بن ناصر بن خليفة، الرابع عند حشيم بطيب بن حمد بن عبد النعيمية، المركز الخامس عند راعي المحيط عمر بشين بن عبود. نكتفي بالنداء، ما اكتفينا من العطاء، ما اكتفينا من الابداع، ما اكتفينا من اللي اعتدنا من اللي يشاركون في برنس الميادين سواء انها للدار ولا الضيوف. الله الله، فخلونا مع الثلاثي قيل الزمول المهجنات. هناك متعب محمد بن ناصر بن خليفة، هل بيتعبهم او بينتزع الصدارة؟ الله الله، المثلث الذهبي والآن بيكون المربع الذهبي عند انضمام حشيم بطيب بن حمد بالعبد النعيمية. الله الله، مربع الذهبي يكتمل هذا العقد بهذه الأسهام المرعبة، بهذه الشعارات الرنانة، ولا ندري أي من اسم سوف يضيف نقطة ذهبية لرصيده الحافل. جميعا لها الرصيد وإنجاز، مشرف ولا ما احتفظوا بهن حتى هذه المرحلة العمرية، آخر مرحلة وهي مرحلة الزمول. الله 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 يا راعي، هناك المحيط، والله الله يا راعي متعب محمد بن ناصر بن خليفة، الكيلو متر الأخير، الحسم والعزم، متعب محمد بن ناصر بن خليفة، هجام سالم بن ناصر بن خليفة، مركز الثالث عندنا حشيم بطيب بن حمد بن زيف العبد النعيمية. أوهو يهوها محمد بن ناصر وسالم بن ناصر، الله يا ابناء بالسيود، ثنائية مميزة في الشوط، هجام سالم بن ناصر بن خليفة، الدرعي ومتعب محمد بن ناصر بن خليفة، صراع ثنائي، الثالث عند العبد النعيمية، راعي حشيم، أبدون أوامر على الثلاثة، متى جولة الأوامر؟ نحن في 500 متر الأخيرة، بدأ راعي هجام سالم ناصر بن خليفة بالهجوم إلى المقدمة، وبالعبد النعيمي خطير خطير راعي حشيم، أشوف أداء مميز وعصاته في الأبطان، ما شاء الله، بوب 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 اشتغلت المحركات، قلت لكم انه خطير خطير راعي حشيم، شفت اداءه وهو بدون اوامر، ها هي جولة الاوامر، وبدا يظهر المخزون وله بغريبة على حشيم، لا رصيد وافي وكافي من الانجاز، وله بغريبة على بطيب بن حمد بن سيف بالعبد النعيمي وشعاره الناموس، ختام مسك مميز من قبل حشيم بطيب بن حمد بن سيف بالعبد النعيمي. المركز التوقيت 9:54 18 قز من الثاني، أما المركز الثاني فهو متعب محمد بن ناصر بن خليفة، المركز الثالث هجام سالم بن ناصر بن خليفة الدرعي، المركز الرابع ننتظر رابع المراكز متابعينا الكرام، فوصل فيها بطران سالم بن حمد بن حبروت الجنيبي، المركز الخامس خوف محمود بن علي بالشدوي، المركز السادس المحيط عمر بالشيب بن عبود بن خيرة الدرعي. إلى هنا نأتي لختام هذه المنافسات، ولكم منا التحية، شكرا لجميع اللي قاموا المنظمة في هذا الميدان.